السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتونا كتير. بصوا، فيديو النهاردة بتحبوه جدا وانتوا اللي بتطلبوه مني النهاردة. يعني الفيديو ده من الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها قوي، وانتوا بتقولوا لي انا بقالي كتير قوي، فترة كبيرة قوي ما سجلت لكوش، او قصدي ما صورت لكوش في الشارع او في السوق. النهاردة بقى كده رحنا السوق، فقلت ايه اعمل لكم فيديو كده في السوق. انتوا بتحبوا فيديوهات السوق كده، اصور لكم فيديو في السوق كده عشان انتوا بتحبوا الفيديوهات دي. بس الاول اهم حاجة ننزل نصلي على النبي، ونحط اللايك بتاعنا الجميل، ونشترك في القناة. وبالله عليكم ما تجروا الفيديو، شوفوا الفيديو للاخر وشوفوا الاعلانات، والنبي شوفوا الاعلانات. المهم الفيديو ده في السوق بتاعنا، السوق. قولهم حطوا لايك، قولهم حطوا لايك. طب عزوزه بتقول لكم حطوا لايك، انا هقول لكم بالنيابه عنها، هي بتتكلم بالاشاره وانا هترجم لها. حطوا لها لايك بقى. المهم السوق ده عندنا احنا في المنطقه، يعني انا بمشي كده، يعني بروح ومشي، باخد كده حوالي 10 دقايق مشي، او يعني مش بيكمل ربع ساعه. المهم انا نزلت كده النهارده نتسوق يعني، او نجيب اي حاجه كده نعملها غدا، فقلت اصور لكم فيديو كده في السوق، بما اني انا نزلت السوق وكده يعني، وبقالي كتير ما بصورش في السوق، فاصور لكم فيديو. فانا صورت الفيديو الحلو الجميل ده، فيديو هيعجبكم قوي، فيديو شعبي جدا في منطقه شعبيه جميله بسيطه، ناسها بسيطه جدا، ناسها بصوا ابسط مما يكون. طبعا في المنطقه عندنا زي ما انا قلت لكم، السوق ده السوق بتاعنا، يعني انا بنزل اجيب منه كل حاجه، اكمني انا السوق جنبي يعني مش بعيد عليا، فبنزل يعني على طول اجيب منه. وعشان عندنا السوق ده يعني عندنا المكان شعبي وعلى قده، فتلاقي فيه كل حاجة يعني حلوة رخيصة والله. يعني الطماطم انا يعني كنت بجيبها يعني وانا جاية كده من عند المترو، كنت بجيبها ب20، النهاردة اهي ب15 وب10 جنيه. الطماطم كانت ب20 وب25 في السوق ده، باسمه ده ب10 وب15. البطاطس رخيصة، البصل اي نعم سعره عالي شوية بس يعني مش قوي، في ب15 وفي ب20 وكده يعني انواع. المهم وقفنا كده جبنا طماطم، اختي اللي كانت بتجيب، كانت بتنقي اختي وكانت بتجيب هي، وانا كنت بصور. كانت بتجيب، جابت طماطم، جابت بطاطس، جابت بصل، في كل حتة هتلاقونا واقفين يعني. بس انا مش طالعة في الفيديو ليه؟ عشان انا اللي ماسكة التليفون، انا اللي ماسكة التليفون، فمش عارفة اجيب نفسي في الفيديو، فكنت بصور كده في السوق. شايفين؟ على فكرة السوق عندنا يختلف عن الأسواق التانية. يختلف في ايه؟ يعني اي نعم هو سوق صغير مش كبير، يعني لحد ما يعني مش كبير، يعني سوق هو شارع يعني او شارعين، فهو ده السوق بس. فعشان هو صغير مش كبير، فتلاقي كل حاجة جنب بعض، موجود في كل حاجة على فكرة. وزي ما انا قلت لكم والله كل حاجه يعني فيه بسعر حنين وسعر حلو قوي يعني، ومخللات اهيت وخضره وخضار، كل حاجه موجوده، وفراخ ولحمه زي ما انتم شفتوا، كل حاجه موجوده. فانا نزلت كده عشان اجيب حاجه نعملها غدا، فانا جبت الحمد لله، جبت كده حاجه انا بحبها جدا عند الراجل، حاجة من فواكه المذبح. جبت كرشة، طبعا اكيد يعني في ناس عارفة الكرشة وفي ناس متعرفهاش، يعني انا عن نفسي انا بحبها، انا بحب الكرشة. شوفوا الفيديو لاخر، فيديو الكرشة احنا واحنا بناكل في اخر الفيديو، ما تجروش الفيديو بالله عليكم، شوفوا الفيديو للاخر. ولو وصلتوا معايا لغاية هنا كده حطوا اللايك، ما تنسوش اللايك اهم حاجة، والنبي، واللي عنده شير في قناته ولا عنده منتدى يرفع لي الفيديو، ويبقى كتر الف خيركم.
طيب جيت هنا كده، انا روحت اسال على الكرنب، لقيت الكرنب رخيص خالص. انا كنت جايبه الكرنبايه ب50 جنيه، النهارده الراجل قال لي الكرنبايه في ب30 وفي ب25 وفي ب20. قلت له طب كويس، لما يعني اما اخدها وركنت هاخد واحده واركنها كام يوم، لان انا بصراحه مش فاضيه والله، يعني انا عايزه اعمل محشي وكده، بس ما مش فاضيه وما بقعدش يعني كتير، فعشان كده ما يعني ما رضيتش اجيبه. قلت كده يوم ابقى قاعده وفاضيه اجيب المحشي ان شاء الله، وابقى اعمله لكم فيديو باذن الله، لان الشتاء يعني محشي في الشتاء، يعني كرومب يعني محشي، هو ده اللي بيدفي. واحنا الشتاء خلاص دخلت، كل سنه وانتم طيبين. و يعني عايزه الحاجات الحرشه، الكرومب، العدس، الحاجات الحلوه دي. جينا هنا كده رحنا خدنا من الراجل اللي واقف دوت بطاطس وبصل، وخدنا منه مش عارفه كان عنده ايه كده، خدنا من عنده برضه خضار. زي ما انا قلت لكم انا مش عارفه اطلع اجيب نفسي في الفيديو، لان انا اللي ماسكه التليفون وبصور، انا اللي بصور، فعشان كده مش عارفه اطلع نفسي في الفيديو. كتير اللي بيقول لي ام كريم صورلنا في الشوارع، صورلنا في السوق، فاهو نزلت بقالي كتير ما صورتش في السوق، قلت انزل كده ايه بالمره، يعني انا كده كده نازله السوق اتسوق، فاعمل فيديو كده لحبايبنا. فانتوا بقى ايه، حطوا لي اللايك واشتركوا في القناه وما تجروش الفيديو، اهم حاجه شوفوا الاعلان والاشتراك، اشتركوا في القناة يا جماعة بقى، عشان ربنا يكرمنا في القناة وربنا يكرمني والفيديوهات تجيب مشاهدات و عفوا يعني انتوا فاهمين الباقي بقى، يعني انت لما تشوفوا الفيديو المشاهدات هتعلى، هينزل لي ربح على على الفيديو، يعني كتر الف خيركم والله. بصوا حبايبي، اللهم صل على النبي، كل حاجة بتبقى موجودة في السوق ده اللي عندنا، زي ما انا قلت لكم كل حاجة، يعني يعني الناس عشان الحاجات بتبقى يعني على قد ظروفهم وكده، فالناس بتنزل يعني السوق على قد السوق ده، على قد ظروفهم وعلى قد ايديهم، فبينزلوا السوق ده. المهم انا كنت هنا كده ايه، خلصت السوق والفيديو، الفيديو ده كملوه انتوا بقى، احنا بنتكلم في الفيديو ده، كملوا انتوا الفيديو، انا مش هسجل بقيه الفيديو. الحته دي احنا بناكل فيها وكريم، والاول مره يقول لها تصوري، لا تصوري ليه يا كريم؟ عشان ليه يا كريم؟ هتوطي يا عم، خلينا نكمل ام الفيديو. الحته دي خليها رنا ما تسجلهاش، ما تمسحهاش، ماشي؟ طب انا اوعي اوعي تسجلها اقعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، سميت في سلي ما بتسمي ولا بديهم انذار. بسم الله الرحمن الرحيم، ما تسماش يسمي، سميت في سلي يا بوب، سمينا في سلينا يا بوب. كلي طيب انتي، يلا يلا كل. اكلنا ايه النهارده يا جماعه؟ اكلنا ايه يا كريم؟ ما يعرفوش الصليب. وش ولا كلمه؟ اياك تتكلم. ما يعرفوش الصليب. وش اسمها؟ اسمها فواكه اللحوم. لا فواكه المذبح. فواكه المذبح. الله عليك يا كريم، والله العظيم انت بتفهم. الله يسعدك. صح، احنا عاملين فواكه المذبح النهارده. طيب عليك برضك، انا هنا عندي كريم بياكلها. لو تقولوا صليب ما يعرفوش. لا لا ما يعرفوا، هي اسمها فواكه المذبح، اسمها كرشه. كلوا بايديكوا عادي. لا مش بايديكوا، كلوا بايديكوا عادي. النبي عربي. باكل بايديا. عادي انا يعني ما احنا ناكل بشوكه وسكينه يعني. انا عشان الاكل ده. لا يا عم، احنا بناكل بايدينا طبعا. مالناش احنا في الشوكه والسكينه والكلام الفاضي ده. قول انت، قول لهم حطوا لايك. قولي لهم حطوا لايك، قولي ليه انت كل فيديو بتقولي حطوا لايك؟ حطوا لايك لماما. طب زعلانه مني، قول لهم حطوا لايك.
وقول لهم حط لايك. قولي فين خلاص طفشت مني ما خلاص ان شاء الله فيديوهات كتير باذن الله احسن من بعض.